صرح مصدر مسؤول في لجنة التحقيق المصرية في حادث طيارة مصر للطيران أنه تم منذ السبت البداية في عملية فحص أجزاء جهازي مسجل محادثات الكابينة ومسجل معلومات الطيران بمعرفة لجنة التحقيق اللي اتكلمنا عنها وعن أعضائها. كل يوم بنتابع معاكم أهم الأخبار أو مستجدات الأخبار في موضوع الطائرة طائرة مصر للطيران. حضر ممثل الدول لفرنسا وممثل الولايات المتحدة باعتبارها الدولة صانعة المحرك، والمصادر أشارت إلى أن جهاز الذاكرة لمسجل محادثات الصندوق الأسود في بعض التلفيات، وإحنا على مدار حلقتين استضفنا خبراء وقالوا أنه حتى هذه التلفيات بتتصلح، وإذا ما كانتش هتتصلح عندنا بتسافر وبتتعالج، وهتتعين لجنة بالفعل من بعض الخبراء من شركة إيرباص المصنعة للطيارة لمحاولة ترميم جهاز التسجيل أو مسجل الصوت اللي داخل الصندوق الأسود. أيضا السفينة المؤجرة من الحكومة المصرية في أعمال البحث عن الحطام رسمت خريطة لتوزيع الحطام، الكلام ده بقاله كذا يوم في قاع البحر، وبدأت بالفعل عمليات البحث عن الحطام. معانا عبر الهاتف أستاذ هشام عبد العزيز محرر شؤون الطيران بجريدة الأهرام، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذة دينا. هل من جديد يا أستاذ هشام ممكن تقدمه لنا الكلام عن تلفيات الصندوق؟ هل ده ممكن يكون مؤشر أنه يكون في يعني تلفيات فوق اللي كان متوقع، ولا التلفيات فنيا ممكن تتعالج هنا وممكن تسافر بره برضو في خبرات أو في يعني تكنيك في الموضوع ربما يكون أكثر حداثة من اللي عندنا؟ تفضل. هو بالطبع كان متوقع أن يكون هناك بعض التلفيات بذاكرة للصندوقين. حضرتك ان فضل قوه الاصطدام دي نمره واحد. نمره اثنين ان التواجد في المياه لفتره طويله تزيد عن 30 يوم. بالنسبه وزاره الطيران فيها معامل متقدمه جدا لاصلاح الموضوع دوت، لكن في نفس الوقت لو كان في تلفيات صعب اصلاحها في معامل وزاره الطيران فمن المتوقع ان في معامل القوات المسلحه ايضا. معامل القوات المسلحه دي عمليه التجفيف. لكن بالنسبه لقراءه الصندوقين البيانات او بالنسبه للتسجيل الصوتي لا، القراءه طبعا في معامل وزاره الطيران. لو كان في صعوبه في اصلاح التلف هيكون في سفر الى الخارج، خاصه ان هناك مندوب حاليا بداخل لجنه التحقيق اللي هو الشركه المصنعه للصندوقين. حتى الان كما اكد لي وزير الطيران ان هو حتى الان ما تحددش موضوع السفر او عدمه، ان حتى الان احنا بنتاكد من صلاحيه الصندوقين. طب وهم بيتاكدوا ازاي؟ يعني بيسمعوهم بيكتشفوا التلف وهم بيسمعوهم وهم بيسمعوا التسجيل، ولا بيكتشفوا التلف من قبل بدايه مرحله انهم بيسمعوا؟ هم بيبتدوا الاول ان هو يشوفوا في الاستماع اليه، التسجيل الصوتي ده بيتم الاستماع اليه. لو كان سليم بيستمعوا اليه فتره وجيزه جدا. لو ما كانش سليم فبيبتدي عمليه الاصلاح والتكفيف، خصوصا انه فات فتره طويله جدا كان في المياه. لكن التسجيل الصوتي ده بيكون نص ساعه فقط، اللي هي اخر نص ساعه من زمن الرحله. لا بيسجل ساعتين. لا حضرتك اللي هو اخر نص ساعه من زمن الرحله، هو بالتسجيل الصوتي ده في كل نص ساعه. احنا معلوماتنا انه بيسجل ساعتين ويبدا يمسح بدايه من الساعه الثالثه، يمسح الساعه الاولى وهكذا، يعني ساعتين. حضرتك في فرق بين التسجيل الصوتي، في فرق بين صندوق البيانات. صندوق التسجيل الصوتي ده بيكون اخر، يعني اللي بيكون قدامهم اخر نص ساعه من زمن. حضرتك متاكد من الموضوع ده؟ متاكد من الموضوع ده. اصل انا برضه متاكده انه اخر ساعتين، وهو بيمسح ساعه من الساعه الثالثه، ابتداء من الساعه الثالثه، يعني لو الرحله 12 ساعه، يعني لو الرحله مثلا 12 ساعه بيكون قدامه اخر ساعتين، بيبقى ال 10 ساعات. حضرتك هم اهم حاجه بالنسبه لهم اللي هي اخر نص ساعه. طبعا مشكلة. لكن هو بيبقى اخر نص ساعه من زمن الرحله هو اللي قدامهم. احنا كمان اللي كل اكتر حاجه تهمنا في الموضوع اخر دقائق من زمن الرحله. ليه؟ لان في اخر 10 دقائق كان في التواصل مع البرج المراقبه في اليونان. لا كان في، ما حصلش التواصل. لان بقول لحضرتك لما مر على برج المتابعه في اليونان اخر تواصل حصل لما هزر. ده كان حضرتك اخر تواصل كان لما هزر بالظبط. ده اللي انا بقول عليه. الحاله المعنويه بالكابتن كان بيهزر مع الراجل البرج، لكن في اخر 10 دقائق كان مطار اثينا كان
اتكلم مع الطياره والطيار لم يجب. دي في الحالات العاديه ممكن تحصل عادي جدا. احيانا اوقات كتير جدا ان هو بيكون في اتصال من البرج والطيار ما يجاوبش. لكن لما نلاقي ان بعد 7 دقائق في ظواهر معينه حدثت للطائره ملاحظات، وبعد بعد 10 دقائق الطياره سقطت. فطبعا ان اكيد ان كان في حاجه في اخر 10 دقائق دي في منتهى الاهميه. اخر 3 دقائق ممكن تحدد لنا ما حدث، خاصه ما جاء. لكن معلوماتك يا استاذ هشام انهم بداوا بالفعل، انهم بداوا يستمعوا حتى الان. حضرتك انا بعتمد على البيانات الرسميه حتى لا يكون هناك تشتت او شائعات. طبعا بس احنا لما نكلم يعني استاذ هشام محرر شؤون الطيران بالاهرام اكيد عنده شويه كواليس، يعني الفضول المعلومه عند الصحفي بيخليه ممكن يعرف معلومه اكتر من المذاعه رسميا. لا حضرتك ده بيكون سليم، لكن احنا في موضوع في بعد او ابعاد قوميه ان احنا لازم نكون ملتزمين بالبيانات الرسميه، خاصه ان في الحادث وزاره الطيران بتتعامل بشفافيه مطلقه، او الدوله المصريه بتتعامل بشفافيه مطلقه. ممكن يكون في نوع من التكهنات تضر بنفس التحقيق او تضر بالمصالح. طبعا طبعا مفهوم طبعا. شكرا استاذ هشام. طبعا مفهوم استاذ هشام عبد العزيز، اشكرك جدا محرر شؤون الطيران بجريده الاهرام، وبنتقل ل